رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ودلوقتي بينضم لنا عبر الاستوديو استاذ كريم، نورنا النهارده في كلام في الميديا. مسعين ومتواجد معاك يا شيما، واهلا بجميع مشاهدي قناه الاهلي. عايزين طبعا نتكلم النهارده عن النادي الاهلي، عن المواجهه المرتقبه اكيد يوم الجمعه اللي جايه قصاد الترجي التونسي. هما بيقولوا لي قولي الاسم كامل، يا جماعه مش محتاجه والله تعريف. معانا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة. طيب نتكلم عن اللقاء الهام طبعا. والمرتقب في حاجات كتير قوي عماله بتحصل من بعد مباراه الذهاب للاسف، فعايز اعرف منك شايف اللقاء ده ازاي، توقعاتك ليه ايه؟ هو طبعا اي مباراه كره قدم بيبقى فيها حالات جدل تحكيميه، هي بتاخد النطاق الاكبر من الامور الفنيه. انا شايف طبعا ثلاث ركلات ترجيح اتحسبت في مباراه واحده لحد ما هي اللي عملت بعض الجدل. ايا كان مين صح ومين غلط، في الاخر مستحيل يا شيما تلاقي كل الناس متفقه على نفس الراي في ضربات الجزاء بالذات. يعني حتى في يعني ما بقولش قرار تحكيمي في المباراه بشكل عام، لا، قرار تحكيمي في ركله جزاء عمر الناس ما هتجتمع. في ناس هتشوف الاولى صح الثانيه غلط، في ناس ممكن تشوف بتاع الترجي غلط صح. في الاخر لازم الناس تتعود ان احنا لازم نحترم الاختلاف. ده هيحصل مستحيل. انا عمري ما شفت في حياتي في يعني مجموعه مشجعين او متابعين اتفقوا على قرار تحكيمي في ركله جزاء، ده مستحيل يحصل. لكن انا كنت حابب ان نتكلم على الامور الفنيه. النادي الاهلي استحق الفوز عن جداره، النادي الاهلي كان هو الفريق الافضل، كان هو الفريق الاحسن. بعض الامور في حصل مع المباراه، موضوع تاخر الحافله واعتراض يعني نادي الترجي والبعثه في ان هم دخلوا متاخر او شيء. طبعا هم عارفين ان احنا كان عندنا بعض الاحداث المؤسفه حصلت في اليوم ده، وكان في بعض الاجراءات الامنيه اللي تمت على نادي الترجي وعلى النادي الاهلي. نفس الامر ساعات بيحصل في تونس لما حصل احد الحوادث هناك في تونس، وبالتالي الامور دي كلنا معرضين ليها، وبالتالي طبعا كلنا لازم نحترم الاشتراطات الامنيه لما بتحصل. احنا عايزين ناخد الامور داخل الملعب، كتر الكلام على امور خارج الملعب بيخلي التوتر يزيد، بيخلي خصوصا احنا ما بنتكلمش على ماتش عادي، احنا بنتكلم على مباراه هتحسم اللقب الافريقي بين اثنين حاليا من اكبر النوادي في القاره. فبالتالي انا بشوف ان احنا كل ما حسمنا الامور بدري، كل ما الامور بتتحسم بشكل واضح، يعني خلاص النهارده في ماتش خلص، ما يعني اخطاء تحكيميه كل نادي الاهلي قبل كده طبعا، مش يعني اكيد احنا خلال خمس ايام دول الناس كلها قالت الامثال. النادي الاهلي قبل كده خسر امام نادي الترجي في السيمي فاينل بهدف ايد واضحه لانرامو، والموضوع عدى مفيش مشكله. بعد كده حتى اعتقد نادي الترجي تسبب في خروج النادي الاهلي من دور المجموعات، اعتقد ساعه مستر مانويل جوزيه لما كان موجود في التيم في 2011 من دور المجموعات، واحرز هدف من تسلل كان واضح جدا ومحدش اتكلم فيه. يعني الاخطاء التحكيميه على الجميع. في الاخر لازم نحترم ان اللي بيكسب بطوله او بيكسب مباراه بيبقى يستحقها. احنا بنتكلم على 90 دقيقه، ما بنتكلمش على الدقيقه اللي حصل فيها القرار. اوكي في مثلا في قرار ايا كان صح او غلط، تاني انا مش عايز اخش في حته مين صح ومين غلط، هي مش هتفرق، ان عمر الناس ما هتتفق. اكيد انا ممكن اقول لك ضربه جزاء الترجي في وجهه نظري او مثلا غلط، وجهه نظري مثلا في ضربه جزاء النادي الاهلي الاولى مش صح، الثانيه هي اللي صح. هنقعد نتكلم فيها كتير، احنا نتكلم في الامور الفنيه اللي هي اعتقد هي اللي تهم. وكل ما احنا اتكلمنا في الكوره اكتر كل ما الحده والتوتر قل. اكيد. طيب خلينا نتكلم عن كمان البيان اللي اصدره اتحاد الكوره النهارده، بيعلن فيه دعمه الكامل لنادي الاهلي في مواجهه العقوبات الافريقيه. اعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه مهندس هاني ابو ريده دعمه الكامل لمطالب النادي الاهلي لدى الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف تجاه العقوبات العاجله واللي اصدرتها لجنه الانضباط في الكاف قبل ايام قليله جدا من لقاء الاياب قصاد الترجي التونسي في الدور النهائي لبطوله الانديه الافريقيه الابطال المقرر اقامتها في تونس يوم الجمعه اللي جايه. جاء ده في خطاب رسمي واتمم توجيهه النهارده للاتحاد المصري، او الاتحاد المصري هو اللي وجهه لنظيره الافريقي، واكد ان هو بيدعم بشكل كامل مطالب نادي الاهلي المصري بمراجعه ما تم ضده من عقوبات اصدرتها لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي لكره القدم على وجه عاجل تثبيتا لمبدا عدم ضياع الحقوق. كما اكد الاتحاد المصري في خطابه على ثقته ان الاتحاد الافريقي لكره القدم
بكامل إرادته ولجانه بيسعى دايما لترسيخ مبادئ العدل وإحكام الروح الرياضية والالتزام بلوائحه، وإن مطالب النادي الأهلي عادلة ستلتقي حتما ونصوص اللوائح المعمول بها. وأشار كمان خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم إن النادي الأهلي ممثل للكرة المصرية في بطولة الأبطال الأفريقية، وجماهيره العريضة كانت حريصة جدا إن هي تقدم كل الحب والمودة والترحاب للأشقاء التوانسة لما حلوا ضيوف هنا على مصر على بلدهم الثانية لدى لقاء الذهاب من النهائي الأفريقي، وإن الاتحاد المصري أيضا على ثقة بأن النادي الأهلي وجماهيره هيكونوا محل ترحاب وتقدير من نادي الترجي التونسي بطل تونس عندما يحل ضيف على تونس في مباراة العودة على نهائي الأبطال، نظرا لما اعتدت عليه الأندية المصرية والتونسية، وجه طبعا جماهيرهم دايما انطلاقا من العلاقات والروابط المتينة اللي بتجمع ما بين البلدين والشعبين كمان، وبيسير على نهجها أكيد اتحادات الكرة في البلدين الشقيقين. كمان أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف خطاب النادي الأهلي اللي تلقاه وبيفيد أو بيتكلم فيه عن العقوبات الموقعة عليه، وأكد أن الرياضة وسيلة لالتقاء بين الأشقاء ولا يجب أن تكون أبدا للتفرقة ما بينهم. طبعا الخطاب اعتقد يعني شيء جيد، بس اعتقد بس كان ينقصه بعض التوضيحات في خصوص العقوبات نفسها، يعني عشان الدنيا واضحه ان طبعا لا خلاف خالص يا شيما على خطا اللي ارتكبه وليد ازارو، خطا طبعا اللي حصل، تصرف انا مش فاهمه، ما اعرفش هو عمل كده ليه بصراحه، تصرف غريب، ولكن احنا بنتكلم على لوائح في بطوله فيها لوائح، بناء على اللوائح بيتم تنظيم المسابقه. حته النهارده لجنه الانضباط خصوصا في الكاف من دور الثمانيه لغايه المباراه النهائيه اجتمعت مرتين، في المرتين دول انا ما سمعتش غير عقوبات على النادي الاهلي في ثلاث حوادث مختلفه. مقبول طبعا ان احنا نسمع العقوبات وتبقى في اللي يخطا لازم يتعاقب، ده امر لا يعني مش محتاجين نتجادل فيه ولا وتاني بعيد. اللي عمله وليد ازارو خطا يعني غير مبرر وغير ملوش سبب خالص، ولازم كان يعني في عقوبه داخليه من النادي الاهلي تتم عليه، ده امر لا مش محتاجين نتناقش فيه. لكن النادي الاهلي عوقب من لجنه الانضباط مرتين من دور الثمانيه، في حين في دور الثمانيه كان في مباراه الاياب ما بين الترجي والنجم الساحلي في سوسه، اللي نادي الترجي تاهل منها للسيمي فاينل وبعد كده لعبوا بريمير دو اوجوستو. في المباراه دي حصل اعمال شغب وحصل تشابك بين اللاعبين في المباراة للأمر اللي أدى إلى تدخل ساعتها الأمن التونسي بعد كده عشان يحل الموضوع، ولغاية النهاردة لجنة الانضباط بالكاف ما اجتمعتش وما قررتش قرار واحد على المباراة دي. فهي دي الأمور اللي ممكن تخلي الناس تتساءل، أوكي أنت اجتمعت بعد مباراة الذهاب في الفاينل بفترة قليلة جدا عشان تعمل العقوبات، وفي نفس الوقت أنت لغاية النهاردة ما اجتمعتش على ماتش دور الثمانية. فدي بعض الحاجات اللي ممكن تثير الجدل وتثير التساؤلات على السوشيال ميديا وبين الجماهير، فأتمنى من الكاف أن هو يبقى دايما شايف كل الأحداث ويتخذ الإجراءات والقرارات بناء على اللائحة اللي انت حطيتها والانديه عارفاها من بدايه المسابقه. تفتكر ان السوشيال ميديا اثرت على قرارات لجنه الانضباط في الكاف؟ لا 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 خالص، لا 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 مستحيل طبعا، مفيش الكلام ده، ولا اعلام ولا لا لا خالص، لا طبعا انت بتتكلمي على اللقطه، حتى هم لو بيتكلموا عن الواقعه دي، الواقعه دي اصلا مش موجوده ولا مظبوطه جوه الواقعه دي، مفيش فيديو، الواقعه دي مفيش فيديو، ما كانتش هيتم فيها التحقيق ببساطه. الواقعه دي تم التحقيق فيها بسبب لقطه الفيديو اللي طلعت، وهنا هتخدينا لنقطة مهمة. هل اللقطة ذكرت في شريط المباراة الرسمي؟ لا. أم الشريط بتاع الفيد؟ هو ده السؤال. احنا طبعاً عارفين نشرح للسادة المشاهدين الموضوع ببساطة. الفيد هو اللي بيبدأ التسجيل منذ دخول الكاميرات وبدء عمل المخرجين وإلى آخره من بداية اللي هو ساعة قبل انطلاق المباراة، يعني المباراة بتلعب الساعة 9. الفيد ده هيبدأ ينقل من الساعة 8. الفيد بيقفل امتى؟ بعد نهايه المباراه بنص ساعه، يعني المباراه لو قلنا بالوقت الضايع خلصت الساعه 11 يعني هيخلص 11 ونص. اللقطه بتاعت ازارو وهو بيمزق التيشيرت وهي مرفوضه تاني اهو بعيد المره مليون، مرفوضه تماما وغير مبرره. جت بس عايز اقول لك حاجه، يعني خلينا برضو نتكلم في الموضوع ده، هل تمزيق ازارو للتيشيرت بتاعه كان ليه اصلا اي تاثير على قرار الحكم؟ لا. يعني ايه تأثير على قرار الحكم؟ يعني هو يعني هو هل الحكم اتأثر بتقطيع ايه المشكلة في ايه المشكلة؟ لا هي تزامن، التزامن بتاع تمزيق ازارو للتيشيرت مع
وجود الحكم عند بس خلاص الحكم بص على الفار واخد القرار ما كانش لسه. لا هي مشكلتها في كده، هي في التزامن بس في التزامن بتاعها. ولكن هنا السؤال، هل شريط المباراه الرسمي تضمن اللقطه دي ولا لا؟ الاجابه لا. فالسؤال هنا، هل الكاف لما بيجي يحكم على لقطات الفيديو في المباريات بيجيب شريط الفيد ويفرغه؟ بيفرغ اربع ساعات؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال، لان هنا في نقطه مهمه يعني جدا. يعني فكره ان هم ينزلوا عقوبه في وقت قياسي زي ده، وعلى كمان حاجه مستندين على شريط الفيد مش على حتى شريط المباراه. شوف يا شيماء، انا اشوف ما هي دي النقطه. انا تاني بقول لك اهو اللي حصل ببساطه، ان اللقطه اللي طلعت ايا كان طلعت ازاي، ان هي اللقطه دي طلعت من الفيد، ما طلعتش من شريط المباراه الرسمي. وعمر ما شفت اتحاد دولي او اتحاد قاري بيجيب شريط فيد ويفرغه. انت متخيله انت بتتفرغي اكتر من اربع ساعات؟ يعني في حد هيقعد يشوف اربع ساعات، برافو عليك، يقعد يشوف اربع ساعات ويقعد يفرغها. وحته يعني ان اللقطه اتخذت من اوضه الفار او من حكم الفار او كده، وان كنت اشك في هذا الامر، فكل يعني الاصدقاء الاعزاء اللي شافوا المباراه عن طريق الفيد اكدوا لي ان اللقطه تم اذاعتها في ملخص الشوط الثاني، فده معناه ان هو تم اختيارها. فبالتالي تاني انا باكد ان الكاف لو ما كانش معاه اللقطه دي من الفيديو ما كانش يعاقب ازارو، لكن ازارو غلط؟ اه غلط، عشان تبقى الدنيا بس واضحه للساده المشاهدين. ونزل بقى الكلام عن تقنيه الفار. نعم. شفتها ازاي؟ شوفي، انا اشوف طبعا يعني الفار لحد ما كان بدايته في الكاف ان هو ياخد قرار ان هو يبدا بالدور النهائي، ربما يكون الحكمين ما كانوش على تنسيق مع بعض. انا اعرف ان الحكم الفار بيستدعي الحكم الملعب لما يكون في اختلاف، يعني مثلا لعبه ازارو في ضربه الجزاء اللي هي الاولى، هو الحكم حسبها ركله جزاء، فالفار قال له لا، انا احتمال ما يكونش فيه التحام، فتعالى اتاكد منها تاني. فهو بناء على هو من وجهه نظره، من وجهه نظر الحكم شاف ان في احتكاك مع ازارو ومعز بن شرفيه حارس الترجي، فتسبب عنها ركله جزاء. انا على المستوى الشخصي ما شفتش هذا الامر، انا اشوف ضربه جزاء بتاعت النادي الاهلي حد ما مش ضربه جزاء بالنسبه لي. الثانيه ضربه جزاء صحيحه عليه، لان اللاعب الترجي شد ازارو، بعد ما شد ازارو، ازارو عمل بدراع يعني تهجم عليه، فبالتالي انا كنت اشوف ضربه الجزاء الثانيه صحيحه، وكان لازم ينذر ازارو على الحركه اللي هو عملها. وضربه الجزاء الترجي انا برضه اشوفها على المستوى الشخصي ركله جزاء صحيحه. لكن هو المشكله في ايه يا شيماء؟ المشكله ان اول مباراه يتم تطبيق فيها الفار في دوري الابطال السنه دي كانت في فاينل، وفاينل الى حد ما عنيف وصعب، خصوصا كمان في نقطه مهمه، نادي الترجي كان عنده مشاكل فنيه كثيره جدا، وشفت ان هم ركزوا في المباراه على موضوع ان احنا ما بنلعبش كوره كتير. يعني دي نقطه لكابتن معين شعباني، معين شعباني بيتكلم كتير جدا بعد المباراه عن كل شيء ما عدا الامور الفنيه، ما عدا الامور ما سمعتش منه اي تصريحات فنيه. فدي النقطه اللي بقول لك عليها، ان في بعض الاحيان سرعه اتخاذ القرار بان احنا نجيب فار في مباراه نهائيه، الحكام ما نسقوش مع بعض، ان حسب ما انا عارف كان في اعتقد سيشن عملها الكاف في مصر، جاء فيها ست حكام بس من لجنه الحكام ويدربهم على تقنيه الفار، فبالتالي انت عارفه الحكام نفسهم مش متدربين، يعني ما عندهمش التنسيق ازاي النهارده ننسق الامور دي ويبقى فيه ما فيش اختلاف، لان شفنا الحكم الجزائري واقف كتير. بس دول المفروض حكام نخبه. صحيح، لكن هم مش متدربين على التقنيه، احنا بنتكلم على تقنيه الفار اصلا يعني تم اعتمادها في المونديال بشكل مؤخر، والفيفا برضو يعني ما ادهاش للحكام كلهم، ولكن احنا بنتكلم في افريقيا، افريقيا فيها التحكيم في افريقيا بقاله سنين طويله في مشاكل. وتاني وقوف مهدي عبيد كتير على الكاميرا، اعتقد دي برضو ادت الاحساس للمشاهدين ان هو مش واثق في القرارات اللي بياخدها. صحيح. ايه رايك بقى في حاله الشحن اللي موجوده دلوقتي ما بين الطرفين، ما بين الجماهير؟ الجماهير بص، تاني انا بقول ان موضوع السوشيال ميديا عمره ما يتطور الا لما يشوف مسؤول بيقول حاجه فهو يعني يديله المساحه او الايه يشحنه او الكارت الاخضر ان هو يعمل كده. فتاني انا بشوف مثلا الكابتن معين شعباني هو بعد المباراه انتقد بعض الامور فيما يخص الاخطاء التحكيميه وفيما يخص ان هو دخل الاستاد متاخر. فانا السؤال يعني هسال سؤال بسيط جدا، هل دخول حافله الترجي متاخره 20 دقيقه او ربع ساعه او خلينا نقول 25 دقيقه زي ما هو استخدم الرقم ده، هل هي دي السبب في ان انت كنت واقف في الملعب غلط؟ انت عندك اخطاء دفاعيه
فنيا الترابي كان سيء جدا، كان سيء جدا جدا جدا. فهو خدني في الحته دي، وبالتالي طبعا اكيد القرارات التحكيميه. وبعدين هم اتاخروا 25 دقيقه للتفتيش، دي اجراءات امنيه، والنادي الاهلي اتاخر برضه. ايوه دي ما تزعلش حد يعني. يعني هو في ما عشان كده قلت لك، بصي المسؤول المسؤول، كل واحد عنده مسؤوليات. المسؤول اول ما بيقول كلمه لحد ما ممكن الجمهور يستند اليها كمبرر، ده الوزراء بيتفتشوا عادي عادي، ما فيش اي مشكله. يعني بعيد عن الوزراء والامور السياسيه، انا بشوف ان لحد ما احنا ما اتكلمناش كوره بعد الماتش كتير. يعني عارف مثلا يعني لمانه الماتش لو ما كانش فيه ضربات جزاء كنا برضو، انا كنت احساسي بعد الجون الثاني، انا عايز يعني الساده مش عايزين يشوفوا الجون الثاني للاهلي. بعد الجون الثاني في لقطه جت على الكابتن معين الشعباني، فعلا كان منهزم خلاص، اللي هو فاهم ايه الماتش بيروح مني. فانا حسيت ان هو ما عندوش اي امور فنيه يقدر يقدمها الفريق، فبالتالي بعد الماتش بدانا نروح ده يستند بقى الامور ثانيه خالص. ايوه ونفس الامر عشان كده مثلا في 2000 وفي 2010 طب برضه في باتريس كارتيرون بعد اللقاء قال ان في لاعب من لعيبه الترجي التونسي ركله برجليه تقريبا. كنا نتمنى من يا ريته كان عمل كده الاستاذ اللي طلع اللقطه، يعني يكون في امانه. صح احنا لا نختلف ثاني على لقطه ازارو، انه يجيب جميع اللقطات اللي حصلت، الشغب اللي حصل. يعني في الاخر احنا عايزين ايه؟ الفكره في ايه؟ وبعدين ليه تم توقيع كمان 20,000 دولار على النادي الاهلي؟ لا دي ما فهمتهاش، انا مش فاهمها خالص. الجماهير عملوا ايه؟ دي ما فهمتهاش، انا ما شفتش اي شيء خارج في ده، ما كانش في اي كمان تجاوز من جماهير النادي الاهلي. ومش عايزين نتكلم بقى على الحاجات الثانيه. شوفي انا زي ما قلت لك موضوع لجنه الانضباط بالكاف، انا بصراحه ما شفته، انا شايف متابعه من دور الثمانيه. لجنه الانضباط بالكاف عليها علامات استفهام كتيره في القرارات هي بتاخدها. لغايه انا بقول لك النهارده يعني ماتش الترجي والنجم الساحلي كان ماتش فيه احداث كبيره جدا، وتاني هو مش مبرر لاي زعل او حاجه. تاني ورسالتي للناس على السوشيال ميديا، خلي بالك وانت بتكتب اي شيء، احنا ممكن نختلف مفيش اي مشكله. انا بشوف مثلا النهارده فوز النادي الاهلي انا شايفه يعني حق، ممكن حد صحفي تونسي او صديق تونسي يقول لي لا والله انتوا كسبتوا بالتحكيم، مفيش اي خلاف في ده، احنا ممكن نقعد نتناقش عادي مفيش مشكله، وممكن نختلف مش لازم نتفق كمان. لكن في نقطه مهمه بقى، مش لازم اقنعك ولا تقنعني. في نقطه مهمه بالظبط، يعني في الاخر انا محترمك جدا ومحترم وجهه نظرك، وانت في نفس الوقت محترم وجهه نظرك. خلاص انا شايف كده ماشي، اعمل براحتك خلاص. لكن في نقطه مهمه بقى، إيه الماتشات اللي بيبقى فيها شح لازم كل واحد قاعد على الانترنت بيتكلم من عن طريق الكيبورد. لا دول مستخبيين ولا اي شاشه، لا بس عنده دي قصه ثانيه، مفيش اي كنترول عليهم للاسف. ما يزودش وما يحملش ناس بتروح الاستاد وبتسافر وبتروح هي مثلا في مواقف معينه وهو بيشحن وهو قاعد في البيت. وانا بصراحه يعني يكاد عندي يقين ان الناس اللي قاعدين ورا الكيبورد دول زي ما بتقول مش هم دول بتوع الاستاد اصلا. بالظبط، انا اتمنى بس يكون ناس إن كل واحد عنده مسؤوليه وربنا سبحانه وتعالى هيجي يحاسبه عليها في يوم من الايام. كل واحد بيقول رايه واحنا بنتكلم في كوره في الاخر، دي رياضه. هي انا شايفه ان دي اصلا مشكله اخلاقيه، يعني انت بتشوف حاجات غريبه بتحصل على السوشيال ميديا، تنمر بطريقه غريبه على ناس مالهاش اي علاقه باي حاجه. يعني محدش اذاك مثلا، تدخل انت على السوشيال ميديا انا واحد قاعد فاضي دلوقتي، طب انا هدخل اشتمك، طب ليه؟ صحيح. ايه اللي حصل؟ ايه السبب؟ يعني مفيش اي سبب. بصي تاني احنا بنتكلم، احنا بنتكلم على قاعده كبيره جدا من الناس دلوقتي بتستخدم السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بقت هي المقياس للاسف، مفيش عليها كنترول. اكيد طبعا هي المقياس بتاع الجمهور، ولكن انا برضو احب اشيد بالاجراءات اللي عملتها السلطات التونسيه مع بعض الصفحات الرياضيه التونسيه، وان هم غيروا اللهجه بتاعتهم اللي كانت بعد المباراه، واللهجه صحيح اتغيرت تماما بعد 48 ساعه. كان في لهجه غريبه. نعم اللهجه اتغيرت تماما، واتمنى ان احنا نلعب ماتش، وعلاقه الاهلي بالترجي على مدار التاريخ علاقه جيده جدا، والماتش ولا هيقدم ولا هيزيد. يعني في الاخر هنيجي بعد سنتين، بعد سنتين هنتكلم على الموضوع ده بالظبط زي ما بنتكلم على انرام النهارده. صحيح. لكن طالما بنتكلم على حاله تحكيميه هتعدي، لكن نتمنى ان احنا نبعد عن المشاكل او الحاجات اللي هي بتفضل في التاريخ ونفضل نذكرها، وساعتها لما بنيجي نسال مين السبب هيجي تلاقي نفس الشخص اللي كان سخنان وكان متعصب يوميها يقول لك لا 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 انا ولا مانع بتحملني المسؤوليه ليه، انا ما عملتش حاجه. صحيح. بس فنتمنى ان شاء الله الماتش يعدي على خير ونحتفل بالنادي الاهلي وباللقب التاسع ان شاء الله يا رب باذن الله. طيب شايف ازاي كمان اصرار كابتن محمود الخطيب ان هو يكون رئيس للبعثه، طبعا برغم ان هو بيمر بوعكه صحيه في الوقت الحالي؟ يعني طبعا يعني بتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب، وطبعا قريبين من الكابتن محمود الخطيب يعرفوا مدى الالام اللي هو اللي عنده في الفتره الاخيره جراء الجهد الكبير. صحيح. اللي هو بيعمله، لكن دي مسؤوليه الكابتن محمود ان هو في الماتشات المهمه، الماتشات اللي محتاجه يعني ايه
ليدر، محتاجه قائد صحيح موجود واللعيبه تشوفه معاها، هو بيصر ان هو برضه كابتن محمود الخطيب كده ليه هيبه كده هو داخل. اكيد طبعا ايوه حته، لا اللعيبه دايما يا شيماء بتحتاج ليدر. وخلينا أيوة. انا افتكر برضه يعني النقطه دي عند كابتن محمود الخطيب عاليه جدا، زي ما كانت عند الكابتن حسن حمدي، زي ما كانت عند الكابتن صالح سليم الله يرحمه، زي ما كانت عند مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل جوزيه كان بيعمل الدور ده، والكابتن ثابت البطل. دي النوعيه من القاده صحيح. اللي بيعرفوا ازاي نفسيا يتعاملوا ويقولوا اذا كنت النهارده احنا رايحين ماتش لحد ما ها في بعض الجلل او بعض القلق او بعض الاثاره، لا انا تفتكر اصرار كابتن محمود الخطيب على السفر عشان بسبب وجود شويه قلق عشان يطمن اكتر اللعيبه؟ يطمن طبعا، طبعا كبير، وحابين نتكلم طبعا على اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله برضو حاجه حلوه هتفرحنا كلنا ان شاء الله باذن واحد احد ربنا يكتبها لنا ونشوفها يا رب. لما نشوف الكابتن محمود الخطيب بنفسه شايل الكاس إن شاء الله. في المباراه باذن دي حاجه ربنا ان شاء الله ينولها لنا كلنا. كمان في الاخبار النهارده واحنا بنتابعها هنا برضو رئيس شباب والرياضه دكتور اشرف صبحي برضو عايز يروح ويحضر المباراه ويساند النادي الاهلي صحيح. من ملعب رادس صحيح. كذلك هاني ابو ريده كمان يعني شركه برزنتيشن كلها رايحه مع النادي الاهلي، استاذ محمد كامل رئيس الشركه، كل الناس دي رايحه. يعني انا احساسي بيقول ان لو في قلق لا احنا موجودين ومفيش اي مشكله. طبعا طبعا الدور بتاع شركه برزنتيشن كشركه وطنيه وشركه هي واخده رعايه النادي الاهلي، شركه برزنتيشن هي كمان ليها حقوق في ماتش الاياب، ان هي عندهم اعتقد الحقوق الاعلانيه والدعائيه في الملعب، وهم كمان الشركه المسؤوله عن مراسم الحفل الختام. فبنتكلم احنا يعني حاجه مشرفه جدا بصراحه لينا صحيح. كمصريين صحيح. ان تبقى شركه مصريه هي اللي واخده الحقوق، واخده بنتكلم في مباراه هتتذاع في ما لا يقل عن تقريبا 20 قناه عالميا، في حاجه اكيد تشرفنا، واكيد ان كل ما هو مصري ان شاء الله يبقى خلف النادي الاهلي يوم الجمعه. تتوقع مين هيكون نجم المباراه القادمه، مباراه العوده؟ وليد سليمان ان شاء الله كالعاده. وليد سليمان، نوعيه اللعيبه دي يا شيم انا بشوف وليد سليمان، احمد، يعني انا حزين بصراحه ان احمد فتحي للاسف خارج. لا يعني احنا واخدين يعني ضربات موجعه جدا، عشان علي معلول اللي مصاب من فتره، احمد فتحي اللي ما ينفعش يغيب، اجاي وليد ازارو، يعني في مشكله بدنيه، واضح في مشكله بدنيه عند النادي الاهلي. طبعا اكيد خلينا نتكلم بصراحه ان الاهلي لعب في مسابقات كتيرة في الوقت الأخير، مسابقات كتيرة بس لا، مسابقات كتيرة على مع منافسين مختلفين. يعني مثلا في البطولة العربية النادي الأهلي بيلاعب منافسين من قارة آسيا صحيح، على المستوى المحلي بيلاعب منافسين محليين، على المستوى الأفريقي بيلاعب منافسين من قارة أفريقيا. تنوع اللعب بيخليك انت بتغيري اسلوبك وحتى الجهد نفسه. احنا شفت انا مثلا نادي الوصل الاماراتي، احنا شفنا يعني هو من نتائجه لحد ما متاخره شويه في الدوري، لكن قدم مباراه كبيره جدا جدا قدام النادي الاهلي في برج العرب، فبالتالي ده بيزود من الحمل. وكمان قله المسافات، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي بيرتاح ايه يوم، احنا بنتكلم بعيد عن تدريبات، يعني ممكن يعني الساده المشاهدين يفتكروا ان الراحه بتبقى ماتشات بس، لا، ما انا بخلاف الماتشات انا عندي تدريبات وعندي احماءات وعندي حاجات كتير جدا بعملها. فبالتالي النادي الاهلي من الانديه القليله جدا جدا في الوقت الحالي اللي عندها فتره راحه، وبالتالي كتر المباريات اللي ورا بعض بتجهدك، بتعمل لك اصابات، الاستشفاء طبعا عندك بياخد وقت، خصوصا كمان لو لا قدر الله اصابات تبقى كبيره زي اللي حصل لأجاييه وزي اللي حصل لعلي معلول. فبالتالي احنا نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي بخبرته، وجود لعيبه بصراحه زي وليد سليمان، زي احمد فتحي، زي حسام عاشور، عمرو السوليه، اللعيبه اللي عندها خبره واللعيبه الثقيله في الملعب اللي هي بتطمنك ان انا النهارده اقدر اقود الفرقه واقدر النهارده اتحمل المسؤوليه. هم بيدوا الباور وبيدوا الطاقه لزمايلهم الصغيرين، ممكن النهارده بعض اللعيبه ممكن نشوفهم متالقين جدا جدا في الدوري، لكن تنقصهم الخبره في افريقيا، تنقصهم الخبره اللعب تحت الضغط. شفنا مثلا ماتش الجزائر، احنا متقدمين والدنيا كويسه جدا جدا، وفجاه يعني بخطا يعني ملوش اي لازمه رجعنا تاني وبدانا نقول لا احنا عايزين نلعب بشكل هادي عشان النهارده الوفاق جاب هدفين، فمش عايزين الامور تتطور. موضوع الخبره مهم جدا جدا في المباريات الخارجيه، واعتقد للعيبه الكبيره في الفريق اسمها كبيره وليها خبره عامل كبير في مساعده زميلهم في الفريق. اكيد طبعا. طيب احنا كنا بنتكلم طبعا عن وليد سليمان، وقلت ان هو ده
اللي هيكون هو المباراه ان شاء الله. وليد سليمان ما بيروحش المنتخب ليه؟ بقول لك انا عايز قبل ما اقول لك السؤال ده، انا كل ما بسال السؤال ده الناس جماهير النادي الاهلي بيدخلوا عندنا على الصفحه ما تساليش السؤال ده، وليد سليمان مش محتاج حد يتكلم عنه، بس انا غصب عني انا كواحده يعني بتفرج على الكوره، بحب منتخب بلدي، بحب النادي الاهلي، بس وده ملوش علاقه خالص بحبي للنادي الاهلي. لكن وليد سليمان يستحق ان هو يكون موجود في المنتخب ده بدون شك. يعني وليد سليمان او احمد فتحي دي نوعيه، احمد فتحي بعيد عن الاصابه، احمد فتحي بعيد عن الاصابه، لو فنيا جاهز ما ينفعش يتم استبعاده من المنتخب. ولكن خليني اقول لك ان وليد سليمان يعني حته عامل السن ممكن تتاخد في المدير الفني كمدير فني جديد، ممكن عنده زحمه في الاماكن دي. وانا على المستوى الشخصي يعني بحترم وجهه نظر اي مدير فني انه ياخد القائمه اللي يشوف ان هي القائمه دي هي اللي هتنجحني، لان ما هي سيسري على وليد سليمان سيسري على لعيبه كتير، لكن وليد سليمان يبقى حاليا هو اهم لاعب حاليا في الوقت الحالي، اهم لاعب في الكره المصريه، اهم في الدوري المصري، اهم لاعب في الدوري المصري، لعيب جوكر، لعيب بتعتمدي عليه في اوقات معينه، ممكن حتى المنتخب، حتى ممكن اجيري لو هيظن ان وليد سليمان هو هيفكر فيه كاساسي، لا انا ممكن النهارده استغله كورقه عندي في الدكه، خصوصا ان احنا هنلعب ماتش قوي مع تونس، ماتش صحيح هو ده اللقاء مش بقى، كل اللعيبه الصغيرين يقدروا يتحملوا المسؤوليه في ماتش زي ده. هو ده اللقاء اللي هنقيم بيه جاي. نعم صحيح. هل كانت دي ضربات حظ معاه ولا هو فعلا حد بصي اول اختبار قوي، خصوصا خلي بالك الفرقتين تاهلوا، فبالتالي مفيش الماتش مش ضاغط زي مثلا ماتش الاهلي والترجي. عارف مثلا لو مصر هتلاعب مباراه شبيهه مباراه الاهلي والترجي اقول لك اه ده اختبار قوي جدا، ولكن يتبقى يعني ان منتخب تونس منتخب قوي، اكيد ماتش هيبقى اقوى من الماتشات اللي احنا لعبناها قبل كده، ولكن ستيل احنا تاهلنا وهم تاهلوا، فالماتش هيتلعب في يعني اجواء كويسه، اجواء ظريفه، ولكن كنت اتمنى هو يبص على تتوقع ان اجواء المباراه القادمه للنادي الاهلي ممكن تاثر على كمان الاجواء القادمه للقاء المنتخبين؟ لا ان شاء الله. انا اعتقد ماتش الاهلي والترجي بعيدا عن العالم الافتراضي اللي البعض بيحب يعيش فيه، اتمنى هو ان شاء الله هيتم. في ناس عايشين في عالم موازي. نعم في ناس عايشين والله معانا في عالم موازي خالص، يعني وبيحبوا يعني هم نفسهم يشوفوا ده يثبتوا يشوفوا الدنيا ولعه معرفش ليه. يعني بصي تاني حاجه اقول لك، احنا شفنا يعني مرينا احنا في مصر، مرينا باحداث احنا اتعلمنا، وتاني كل واحد شغال في المجال الرياضي سواء في نادي اذا كان مسؤول اعلامي صحفي له اي صفه مسؤوليه في المجال ده لازم يخلي باله في كل كلمه بيكتبها، يتقي ربنا في كل كلمه بيقولها. صحيح. بيقولها ليه؟ لان احنا بنتعامل مع لعبه بيعشقها الملايين، منين؟ مش شباب صغيرين. صحيح. المفروض ان هم بيقلدونا. كرة ملهاش عمر من ساعه ما بيتولدوا لغايه ما بيموتوا، الناس مش قصدي ان الفئه الاكبر من محبين الكوره هم فئه الشباب من 13 لغايه 30، وهم دول اللي بيتاثروا باي كلمه يقولها مسؤول سواء على ويب سايت او في قناه. صحيح. طيب احنا كريم سالنا الجمهور من امبارح للنهارده سؤال، مين تتوقع ان هو يقود هجوم النادي الاهلي قصاد الترجي التونسي بعد قرار الكاف طبعا بايقاف وليد ازارو، انت تتوقع مين؟ شوفي انا اتمنى يبقى صلاح محسن. صحيح. ليه؟ عشان نحافظ على البيس او السبيد او سرعه الرباعي الهجومي الامامي. مروان محسن مهاجم ممتاز جدا وخبره، ولكن هو مروان مهاجم منتخب مصر. صحيح. لكن مروان الى حد ما ممكن السرعه بتاعته ما تفيدناش مباراه زي دي، احنا عايزين النادي الاهلي بنسبه كبيره هيلعب على الكاونتر اتاك وهيلعب على الهجمات المرتده، فبالتالي انا محتاج مهاجم اول النهارده مقطع الكوره على طول يفتح السبرنت ونحطه في موقف او السيتويشن بتاع واحد على واحد بالظبط زي ما عمل وليد سليمان مع المساك بتاعه فاق سطيف في ماتش الجزائر. صحيح. دي الفرصه الوحيده او الشكل الوحيد ليا اللي ممكن اجيب منه اهداف ان شاء الله. صحيح. تعالى نشوف معاك كده الجمهور قال لنا ايه. نعم. من على الفيسبوك اسلام قال لنا مروان محسن لانه بيلعب مع المنتخب وصلاح ممكن لان كارتيرون بيعتمد عليه اكتر من مروان. مورا صبري بتقول مروان محسن او صلاح محسن مش تفرق كتير، الاثنين رجاله وقدها. حماده فؤاد بيقول مروان محسن واتمنى يكون صلاح محسن لسرعته واستغلال المساحات خلف مدافعي الترجي. بيتفق معاك حماده. كمان ابو عمار المنا بيقول توقع صلاح محسن لانه يمتاز بالسرعه وده لا يقلل من مروان محسن، لاعب كبير جدا ان شاء الله نفوز بالبطوله. برضو بيتفق معاك ابو عمار. محمد احمد بيقول مساء الخير، اكيد صلاح محسن لانه لاعب سريع وهداف واتوقع ان هو ان شاء الله يسجل هدف ونرجع بالكاس ويدخل الجزيره. عبد محسن بيقول صلاح محسن عشان نستغل المساحه في ظهر دفاع الترجي. نعم. وفي الهجوم بسرعه وان شاء الله افريقيا في التتش. يوسف سيد بيقول انا بقول انه مروان محسن عشان
عنده خبره كبيره قوي في افريقيا يا اهلي. اسامه مهران بيقول صلاح محسن الاكثر جاهزيه والاسرع من مروان، يا رب فرحنا. كمان محمد تيتو بيقول صلاح محسن خطير قوي، ربنا معاكم يا رجاله، ان شاء الله ترجع بالف سلامه وان شاء الله تسعى في الجزيره باذن الله. ومحمود كمان بيقول صلاح محسن زي ازارو بالظبط في كل حاجه، اتمنى صلاح محسن وان شاء الله تسعى في الجزيره. محمود عربي بيقول صلاح محسن لانه قوي وسريع ممكن يعتمد عليه كاساسي لانه في قوه ازارو التسعى يا اهلي. محمود شعراوي بيقول صلاح محسن عشان سريع والهجمه المرتده وكده هيفرق معانا، بالتوفيق ان شاء الله. واضح ان هم كلهم متفقين معاك النهارده. صلاح محسن اكيد صحيح، ازارو كان بيعمل عنده الحته دي كويس، فاعتقد صلاح محسن هو البديل الانسب له. صحيح. كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجودك معانا النهارده وان شاء الله تتكرر تاني قريب باذن الله، وان شاء الله نبارك النادي الاهلي من جمعه يا رب ان شاء الله. شكرا لمشاهدي قناه النادي الاهلي على حسن المتابعه، بشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.